مشات قالت لي دارت لي شكايه عند البوليس بانني رانا تيدخل عندي واحد السيد قرع بهذا اللفظ وقرع على ود الفساد. جرني من يعقوب المنصور والدري في يديا، الدري صغير تيغوت عنده عامين وهو جاي تيضربني قدام الناس، ما تيبغي يتدخل شي واحد كيوري لي بان بوليسي كيبعدوا من حدانا الناس. من يعقوب منصور جرني على رجليا وكيضربني ويعنفني حتى هذه الدائره الرابعه كاتريام، قال لهم دخلوا هذه السيده راها كتفسد. هو باغي يدخلني للحبس وانايا رانا تنطلب من السي الحمو شي يدير لي حل معاه. انا انسانه بسيطه، انا كون داك الولد طلع مجرم شكون اللي غيتحاسب؟ انا حاربت وسهرت ودرت جميع المراحل باش داك الولد يكون انسان وناجح في المجتمع، والحمد لله راه ناجح في المجتمع. مشى كيما ضيع لي مستقبلي ودار لي مشاكل في الخدمه، مشى بغى يدير له مشاكل في خدمة. تزوجت بواحد الراجل كان بواحد الراجل بوليسي، هذه مده. زاد عندنا واحد الوليد هو ما كنتش عارفه، راه تيمارس ديك الهوايه ديال القمر، ما تيخلصش الكرة، ولينا تنرحلوا من دار لدار، تنكريو بيت مع الجيران، تيجريو علينا كل مره. فاش وصلنا لديك الحياه قلت له كل واحد يشد طريقه. ديك الساعه ملي وليت كنهضر معاه على الطلاق، واحد النهار جرني من يعقوب المنصور والدري في يديا، الدري صغير تيغوت عنده عامين وهو جاي تيضربني قدام الناس، ما تيبغي يتدخل شي واحد كيوري لي بانه بوليسي كيبعدوا من حدانا الناس. من يعقوب منصور جرني على رجليا وكيضربني ويعنفني حتى هذه الدائره الرابعه كاتريام، قال لهم دخلوا هذه السيده راها كتفسد. هما منين سولوا لقاو ما كاينش هذا الشيء اللي كيقول، قالوا له سير تقلى في هذاك الولد. خرجت انا مشيت بت عند اختي في ديور الجامع، مشى هو فين ساكنين، لغاد ليه مشيت نجيب حوايجي ضربني انا واختي. درنا شواهد طبيه ديالي وديالها ودفعناهم في هذاك الملف الاشكابيه هو فيه في الكاتريام، ومشيت هزيت رحيل من داك العنوان اللي ضربني منه وجرني منه هو اللي استعمله في 2008 باش طبق عليا حكم غيابي. مشيت هزيت حوايجي من داك العنوان وسكنت في جهه اخرى. منين صاب راسو غادي يدخل في مشكل، مشى جات يرغب، درنا له تنازل، قدمنا له تنازل وجينا على اساس غنمشيو نتفقوا حبيا تنطلقوا. مشينا كان عند القاضي بقى تيرجعنا حتى لواحد النهار تفارقنا حبيا. داك الولد دار 10000 ريال غيعطيها لي ديال النفقه. من داك الوقت مره تيعطي مره ما تيعطيش، الدري تتزاد المصاريف مزيود في 96. في 2007 الدري تيقرا في مدرسه حره وعدو مصاريف وانا كاريه، ودرت دعوه ودرت محامي في الهيئه، حكمت لي المحكمة باش يخلص 24000 ريال. جا لعند اختي لديور الجامع قال لي عيط لاختك انا توريني المحامي نمشي نخلص عنده. هذا راه فاش كيقول لهم في 2008 فاش دار ديك الدعوة ودار داك العنوان الخاطئ، تيقول لهم ما عارفاش فين ساكنة. جا عندي العنوان ديال اختي، واختي ما رحلتش وانا موظفة ودارنا ما رحلوش، واستعمل عنوان خاطئ باش تستافد منه. جا عند اختي قال لي قول لها تجي. منين جيت مشى معايا لعند المحامي قال له ها انت عطيني مهلة غنجي نخلص. مشى ما بقاش تيرجع. منين تعطل مشيت انا عند المحامي قلت له هاد السيد راه غادي يخرج برا، قال لي صافي كوني هانيه غندير له محضر امتناع اهمال اسره. دار له محضر امتناع اهمال اسره، مشى حطهم في محكمه شرعيه. السيد جلس تما ما عاد شي عام ولا عام وزياده. منين جا حط لي شي فلوس في البنكه في حسابي. جيت عند المحامي قلت له اشنو طرا، قال لي هاكي غتاخذي الاذن باش تجيبي النسخه التي ضمت لملف اهمال اسره. ما جيت تشوف النسخه التي ضمت لملف اسره، النسخه ديال الحكم غيابي، وهو داير في الملف في المقال اللي داير ديال الاستئناف داير فيه والجاعل محل المخابره الاستاذ اللي هو ديالي وما بلغش عنده، والحكم كان غيابي. قلت للاستاذ غادي دير لي غادي دير له الطعن، قال لي غندير الطعن. شد داك الملف بقى عنده، بقى تيتماطل عليا، هو بدا تيخلص لي مره ثانيه مره لا، بداك المبلغ اللي هبط من 24 هبطوا 16000 ريال. صافي منين في 2011 درت انا دعوه ودرت الاقتطاع من المنبع. منين مشيت درت دعوه ودرت الاقتطاع من المنبع، حكمت لي المحكمه عطيت داك الشيء للمفوض القضائي باش يبلغ الخازين. مشى بلغ الخازين، شويه بداو مشات تواطئ مع المفوض القضائي تيقولوا لي النسخه تودرات. بقيت تنقلب لقيته داير دعوه في استعجالي باش لغي داك الحكم ديال الشرعيه.
هذاك استعجالي قال لهم المحاسبه في 2011. قلت له انا نتحاسبوا من 98 راه ملف باقي عند المحامي ديال 2008 ديال لي طعن، ومن 98 راه باقي كنسالوا الفلوس. مشى دار لي طلب المحاسبه ديال 2011، ملي تحاسبنا في 2011 قال لي ديز عندك 50000 ريال، رديتها ليه، رجعت باش ندير الطلب ديال 2000 باش ندير طلب من 98. جا هو قدم تنازل على الدعوه وقال لي صافي راه الاقتطاع غادي يبقى حتى تاخذي الفلوس اللي كتسيالي. بقى داك الاقتطاع ما كيسولش في الدري، ملي خدم الدري عيط لي قلت لي اجي نحبسوا هادشي، وعندي الدليل راه يرجعوا للتليفون ديالو بان كتواصلوا. هو فاش قال في المحضر ديال الضابطه القضائيه قالوا انقطعت التواصل معاها من وقت كبير، انا كنا في التواصل. منين جا عندي كان الدري عنده واحد الخطا في نسخه كامله مبغاش يعطيها لينا، حتى لقينا ليه واحد الحل اخر، تاهي راه غنجيب لكم الوثيقه. منين قلت له نحبسوا داك الاقتطاع ونتحاسبوا قال لي صافي خليه. شويه تفاجئت، مشى دار الدري دعوه في خدمته، دار بلاغه الى علمي ان ابنه اشتغل، رغم انا ما عمره ما سول فيه، بلغ الى علمي ان ابنه اشتغل يرجع ليه داك الفلوس اللي دايزين. منين مشى للمحكمه هو الموضوع بيني وبينه، رجعت ليه الدعوه لهنا للرباط. ما تبلغتش انا سبعه الجلسات، عاد جا واحد النهار هذاك المفوض النيت اللي تواطئ معاه وكنت درت به شكايه في 2013، درت به شكايه للسيد وكيل الملك، درت شكايه بانني كيديوني ويجيبوني ما بين الخازن والمفوض القضائي. عاد السيد وكيل الملك عطى الامر باش بانت النسخه وبدا الاقتطاع. منين قلت له نحبسوا داك الشيء قال لي خليه، مشى دار دعوه بالدري قال لهم ارجع ليا، ردوه لهنايا. منين نرجع لهنايا انا عاد لقيت الدعوه، درت محاميه عطيتها الوثائق، قالت ليهم المحاسبه من 98، حكمت لينا المحكمه بعدم اختصاص. مشينا للشرعيه، ملي مشينا للشرعيه مشيت انا مشيت لعند المحامي باش نجيب الحكم اللي كان دار فيه الطعن، لقيته ما دارش الطعن. قالوا لي جيبي شهاده تسليم. ملي مشيت نقلب في محكمه استئناف جبت شهاده تسليم، لقيته داير العنوان ديال ديك الدار اللي خرجنا منها، اللي عنفني منها وجرني من يعقوب منصور الكاتريام. منين جبت ديك الوثائق وجبت ديك الشهاده بعدم الطعن، دفعت كل شيء لهنا المحكمه وجبت ولقيت وثائق اخرى مزوره، ودفعت ملف ديال التزوير ومشيت عنده انا والولد. قال له الولد قبل ما ندفع الملف ديال التزوير قال له الولد دابا داك المشكل اللي بينك وبين الوالده اجي نبداو صفحه جديده، واخا انت ما كنتيش كتسول فيا اجي نحلوا المشكل. قال له انا باغي ندخلها للحبس. صافي جينا في حالنا، جيت قدمت الوثائق للمحكمه الشرعيه حكمت لينا بالرفض، وقدمت الوثائق للمحكمه هنايا رغم انه هو داعيني هنايا، دائما تيبغي يدعيني تيدير العنوان ديال خالته ولا ديال امه كاينه في التقدم. منين درت انا الدعوه راسلته هنا قال لهم ما ساكنش هنا. مشيت للمحكمه قلت لهم الا ما ساكنش هنا ممكن نبلغوا في خدمته في جديده. مشيت بلغته في خدمته، مني بلغته صنتوا ليه ضابط القضائيه قال لهم داك الشيء داروا محامي ما بقاش عاقل على سميته. قدمت انا الوثائق كامل اللي دافع لان جبتهم من السيناف، النيابه العامه دارت ليه المتابعه في جنحة. منين كيدوزوا الجلسات ما كيحضرش. طلبت انا باش نبلغه، بلغته داروا الرفض ما بغاش يحضر. مني تحكم بالبراءه. دابا تاني تيهددني على انه غادي يدعيني بالوشايه الكاتبه وباغي يدخلني، كيقول لي حالف سندخلك الحبس. انا تنطلب من سي الحموشي، من سيدنا الله ينصره، من المسؤولين، من الناس اللي تيفهموا في القضاء يشوفوا لي حل مع هذا السيد. انا درت طلب ديال السيناف داخل الاجل، النسخه راه باقي ما توصلتش بها، راه مشيت شحال مره كنمشي للجديده وكيقولوا لي باقي ما وجداتش. كان الحكم نهار 13 شهر 4، كل مره كناخذ اذن من خدمتي وكنصدق عندي مشاكل، ديجا عندي مشاكل سبب لي هو فيها في خدمتي، راه باقا دابا ندوي عليها مره اخرى وباقا تنعاني منها لدروك. دابا السيد ما باغيش يحل معايا المشكل، وانا تنطلب من الناس يوقفوا معايا باش نحل مشكلتي معاه. راه تعدى عليا، تيمارس السلطه ديالو، هو باغي يدخلني للحبس، وانا يا رانا تنطلب من سي الحموشي يدير لي حل معاه. انا انسانه بسيطه، انا كون داك الولد طلع مجرم شكون اللي غيتحاسب؟ انا حاربت وسهرت
ودرت جميع المراحل باش داك الولد يكون انسان وناجح في المجتمع، والحمد لله راه ناجح في المجتمع. مشى كيما ضيع لي مستقبلي ودار لي مشاكل في الخدمه، مشى بغى يدير له مشاكل في خدمته. الحمد لله القضاء راه خدم جراه ردوه لهنا، لان المشكل بيني وبينه. دابا انا مشيت لعند القابض، قلت له يحبس داك الاقتطاع والسيد لا تسالني شي حاجه تابعني بها ونخلصها لي. قال لي جيبي لي حكم. مشيت للمحكمه الشرعيه بغيت ندير حكم، قالوا لي راه هو اللي خاصو يدير الحكم، ملي كنديرو كيعرقلو. دخلت عند رئيس المحكمه، قال لي راه كاين الحكم عندهم تما في النسخه الى حين سقوط الفرد. والدري دابا عنده 25 سنه، فلوس تيدوزو عندي، هو تيقلب لي على منين يدخلني الحبس. انا رانا الدعوه راها كاينه في الاستئناف، كنتسنى الاستئناف وكنطلب من الناس المسؤولين يساندوني. وسي الحام مشيد اللي حل مع هذا البوليسي راه افترى عليا بزاف، وكنت وكان كيعنفني بجميع الوسائل في الوقت اللي كنا مزوجين قدام الجيران. كنا اضطرينا نسكنوا بيت واحد مع الجيران، وكيخرجونا كل مره لان الكرامه ما تنخلصوش. هو قال لي بغى يدير لي ديك التهمه ديال الفساد، جابني من تما جارني قال لهم دخلوا راه كدير الفساد. هذه وحده. الثانيه جا عندي عاوتاني ملي كيبغي يدير لي مشاكل مع الجيران فين كنسكن، كيدير راسو بغى يشوف الولد، كيجي يدير لي مشاكل مع الجيران. وحده من المشاكل اللي دار لي مع الجيران، كنت سكنت في القريه، فهذيك الوقيته ساكنه في القريه اللي كان داير هذيك مسطره القيم، وراه عارفني فين ساكنه. منين دار مشى عند اختي قال لي بغيت نشوف الولد، جابتو. هما تيقولوا لنا بيناتكم مشاكل ولكن داك الولد ما نحرموش من بواه. جابتو، جا خرجنا ليه الولد شافو. واحد النهار جا عندي والولد ما كاينش، الولد في المدرسه، كتعرفوا المدرسه حره وقتاش تيدخل وقتاش تيخرج. من جا عندي تزيت انا وياه في الهضره ديك الساعه، ما عرفتش انا واش حرض عليا ديك الجاره ولا هي بغات تستغل ديك الفرصه. مشات قالت لي، دارت لي شكايه عند البوليس بانني رانا تيدخل عندي واحد السيد قرع بهذا اللفظ، وقرا على ود الفساد. انا عيطت له، مشيت عند البوليس تصنتوا ليا وغيصيفطونا للمحكمه. عيطت له قلت له اجي تحضر في المحكمه، راه حنا غادي نمشيو نهار فلاني. مشى هو لعند البوليس اللي جا قال لي، ما جاش المحكمه، مشى عند البوليس قال لي راه مشيت. قلت لهم انا هو القرع اللي مشيت عنده، راه مشيت باش نشوف ولدي، كان بيناتنا نقاش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.